البلوجر إبراهيم مالك أشهر عازب في مصر، بيقول للبنات يفتحوا المايك ويرقصوا قدامه في اللايف، واللي ما ترضاش تعمل كده بيزعل منها. آه بيزعل منها، عامل نفسه ملوش حل ولازم كل البنات تحبه، ولسه عازب وما تجوزش، وكان محبوس من فترة وطلع ومحدش عارف طلع إزاي أصلاً. ليه البلوجر إبراهيم مالك شايف إن ملوش زي، وإزاي كان محبوس وطلع من الحبس ومحدش فاهم إزاي؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. البلوجر أو التيك توكر إبراهيم مالك ده شخص مش مفهوم نهائي. الراجل ده حكايته حكاية، من كام شهر كان مقبوض عليه في عدة تهم، ومن كام يوم بالظبط فوجئنا بيه طالع بث مباشر على صفحته، ولا كأن في حاجة حصلت معاه خالص. لأ وإيه، طالع وبيطلب طلبات غريبة قوي من البنات اللي بيتفرجوا عليه في اللايف، وبيطلب منهم إنهم يطلعوا ويرقصوا. آه يرقصوا، فاكر نفسه أبو زيد الهلالي وإن مفيش حد زيه. هو مبرره في كده إن هو سيد الرجالة ومفيش حد زيه خالص على الأرض. ما علينا من الموضوع ده، المهم إن الفكرة إن التيك توكر إبراهيم مالك متهم ب 72 اتهام، يعني في 72 قضية مرفوعين عليه زي ما قال موقع صدى البلد الإخباري. أبرز التهم دي إن البلوجر إبراهيم مالك بيتكلم بشكل مش تمام على الفلاحين. أيوة الفلاحين، هو شايف إنهم مش مظبوطين ومش كويسين، وكمان عايز الناس اللي معاه وبيتابعوه إنهم يتكلموا هما كمان بشكل مش كويس عليهم. اللافت بقى إن التيك توكر إبراهيم مالك مش بيتابعوا مصريين بس، ده بيتابعوا ناس من كل حتة في العالم، عرب وخلايجة وحتى الصينيين. الراجل ده مش مفهوم أصلا، مفيش حاجة منطقية تخلي الناس دي تتابعه، بس هو جاي مع الناس كده، عدد كبير بيحب يتفرج عليه وعلى الفيديوهات اللي بيعملها، وغالبا كده بيبقوا بيتفرجوا تريقة مش أكتر. البلوجر إبراهيم مالك بيطلع يناقش أي حاجة وأي كلام في الفيديوهات بتاعته، أي مواضيع فاضية وملهاش لازمة بيطلع يتكلم فيها، المهم إنه يقول أي كلام الناس تسمعه. هما ما بيفهموش منه حاجة بس هما بيسمعوه برضو، وبيعمل مشاهدات عظيمة، بيعمل ملايين المشاهدات يا جماعة. أشطر ممثل أو فنان تعرفوه ما بيعملش زيهم. أنتوا متخيلين إيه أكتر حاجة مشهور بيها البلوجر والتيك توكر إبراهيم مالك؟ البلوجر اللي قدامكم ده واللي مش مفهوم، أكتر حاجة مشهور بيها إنه بيقعد يغمز ويبص للستات بطريقة غريبة اللي بيتفرجوا على اللايف بتاعه، وبيعمل حركات غريبة بوشه كده وبتخلي اللي بيتفرجوا مستغربين هو بيعمل إيه، وهو مقتنع إن اللي بيعمله ده كده معناه إنه هو جذاب جدا. وسبحان الله برضو اللايف بتاعه بيعدي وبيجيب ملايين المشاهدات. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، وعرفنا مع بعض إيه قصة البلوجر الشهير إبراهيم مالك، وإيه اللي بيعمله إبراهيم ده ومخلي الفيديوهات بتاعته تجيب ملايين المشاهدات. أنتوا بقى إيه رأيكم في عمايله دي؟ وتفتكروا ليه الناس بتتفرج عليه بالأعداد الرهيبة دي؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.